الحضور الكريم، السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم العالمي للقضاء على الفقر لا يمكن وصف الوضع الاقتصادي في العراق بأقل من السيء جدا والأكثر إثارة للقلق من حيث احتمالية الانهيار وسط غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة الفقر والقضاء عليه وإنهاء أسبابه المتراكمة خلال العقدين الماضيين. ففي هذا اليوم في العراق البلد الغني يعيش أكثر من ثلث السكان تحت خط الفقر المدقع والجوع، الأمر الذي يمثل عاراً أخلاقياً على جميع الحكومات المتعاقبة في العراق وداعميها. فالفقر ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقصاً حاداً في الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة. وفي هذا اليوم يعاني ملايين العراقيين الفقراء من عديد أشكال الحرمان التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم في ظل حكومات تشكلت وفق نظام المحاصصة الذي فرضه الاحتلال والذي جلب الخراب والدمار للعراق متجاهلة قضايا كثيرة تمس حياة المواطنين العراقيين ولا سيما معالجة أزمة الفقر في البلاد والوقوف على أسبابها الحقيقية. وسنتناول في هذه الندوة ورقتين، الأولى ستكون بعنوان تحول الفقر من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي سياسي في العراق، يقدمها الأستاذ صباح علو من المعهد العراقي للدراسات السياسية. أما الورقة الثانية فستكون بعنوان انتشار الفقر في بلد غني مثل العراق، قراءة في الأسباب، يلقيها الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان. راجينا الالتزام بالوقت المحدد لكل متحدث وهو 20 دقيقة. والآن نبدأ مع الورقة الأولى والأستاذ صباح علو فليتفضل مشكورا. تحية لكم، وبهذه المناسبة حقيقة العالم يعيش حالة من حالات الفوضى السياسية والاقتصادية والصحية، خصوصا ما عاشه في العام الماضي من تأثير فيروس كورونا وانتشاره في العالم وما زالت آثاره قد تطول لعدة سنوات قادمة. ولذلك نلاحظ أن الفقر في العالم ليس ظاهرة جديدة، وإنما منذ الأزل تقريبا يوجد عدد كبير جدا من الفقراء، وكلنا ندرك الفترات الماضية خصوصا في القرن الماضي أن هناك أعداد كبيرة جدا من الفقراء في العالم، أو نسبة الفقر في العالم عالية جدا خصوصا، وأن هناك مناطق ودول مشمولة وما زالت لغاية الآن منذ أكثر من 50 سنة أو أكثر ما زالت ترزح تحت خط الفقر. ولكن الدول الغنية التي تمتلك إيرادات عالية جدا ما زال لغاية الآن تعاني أيضا من مسألة مكافحة الفقر، والسبب الجوهري والأساسي يكمن في حالة الصراع على السيطرة على الثروات في العالم. ولذلك نلاحظ الأمم المتحدة لغاية اليوم لم تتمكن من وضع برنامج حقيقي بسبب حالة الصراع الدولي حول مسألة الفقر بالدرجة الأساسية وانخفاض النمو العالمي وزيادة مديونية الدول في العالم التي تتراوح بأكثر من 16 تريليون دولار. دول كثيرة ضمن هذه المديونية للسنوات الماضية، ولذلك نلاحظ خصوصا الدول التي لا تمتلك إيرادات، ولكن نلاحظ نحن ما يهمنا بالدرجة الأساسية العراق يمتلك ثروات عالية جدا وإمكانيات عالية ودخلته إيرادات كبيرة منذ 2003 ولغاية اليوم، ولكن مع الأسف
منذ 2003 ولغاية الآن تزداد نسبة الفقر بأشكاله المتعددة والمختلفة، ولذلك نلاحظ أخذ جوانب عديدة منها اقتصادية واجتماعية وصحية، وتوجه إلى أن يكون شكل من أشكال التأثير السياسي في إدارة الدولة العراقية. هذا الجانب حقيقة شكل لنا معضلة في الإدارة الضعيفة للدولة بعد 2003، والتي لا تمتلك برامج حقيقية في استثمار هذه الإيرادات العالية، أدى ذلك إلى زيادة الفقر، زيادة البطالة. انعكس هذا الجانب على الواقع الاجتماعي، الواقع الصحي، الواقع التعليمي، الواقع الخدمي. ولذلك نلاحظ الأسباب الجوهرية والأساسية لهذا الظرف الخطير الذي يعيشه أكثر من ثلث سكان العراق تحت خط الفقر، يشكل حالة سياسية تتطلب موقفا من من يدير الدولة، موقفا حقيقيا وبرنامجا تتعاون به كل الأطراف التي تتصارع حاليا، خصوصا ما بعد الانتخابات والأيام قادمة. حقيقة خلت كل أشكال برامج القوى المتصارعة في الانتخابات في 2010 الماضي، نلاحظ خلت من كل شكل من أشكال البرامج الحقيقية لصالح الإنسان، وبالدرجة الأساسية معالجة الفقر والبطالة والخدمات وكل أشكال حالة النهوض بالبنية التحتية التي تحد من عمليات الفقر أو زيادة نسبها. هذه الزيادة بصراحة في نسب الفقر الموجودة أخذت جوانب خطيرة جدا. الفقر المتعدد الأبعاد أخذ شكلا حقيقة ليس فقط في العراق، وإنما أصبح عالميا. يعني نلاحظ أكثر من حوالي ثلث العالم، سكان العالم، لا يملكون مسكنا صحيا تتوفر فيه الخدمات، المياه، الكهرباء، المجاري، معروف إيه. هذا الجانب شكل خطير كذلك أيضا في العراق. يعني في العراق حاليا نسبة العشوائيات الموجودة في العراق نتيجة لأزمة السكن، نتيجة لارتفاع نسب البطالة وغيرها، أدت إلى وجود مجتمعات خالية من كل شكل من أشكال الصحة، التعليم. ولذلك نلاحظ أن حسب إحصاءات الأمم المتحدة أن من يستفيد من تخصيصات التعليم في الموازنات العراقية منذ 2003 ولغاية اليوم لا يزيد عن 34% في الجانب الصحي و67% في الجانب التعليمي. يعني نلاحظ موازنة 2020 خصصت بحدود حوالي 4.3 مليار دولار لصالح التعليم، ولكن لو نأتي إلى هذا الجوهر الأساسي نلاحظ العراق بحاجة إلى 25,000 مدرسة ابتدائية فقط. يعني نلاحظ كثيرا من التقارير أن أولادنا أو السنة الأولى للتعليم دخولهم يفترشون الأرض، أو أن هناك مدارس طينية ما زالت لغاية الآن، أو في العراء في كثيرا من القرى، أو عملية الازدواج الثنائي والثلاثي، وحتى ممكن أن يكون الرباعي مسائيا في بعض المباني. وهذا شكل تراجعا كبيرا في النهوض بالعملية التعليمية في العراق، وانعكس على طبيعة الكادر وما يمتلكه من مهنية في إدارة مفاصل الدولة بكل أشكالها، من أطباء إلى مهندسين إلى 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 إلى. وهذا شكل إنه ظاهرة خطيرة جدا نتيجة لحالة الفقر وعدم الالتزام ببرامج التخصيصات
وظهور حالة الفساد التي أدت إلى عمليات الهدر المالي أو سرقتها أو غير ذلك، هذا أدى إلى زيادة في حالة الفقر بالعراق. لاحظ أيضا أن بالعراق حاليا هناك كثير من السياسيين، في اعتقادي أنا أسميهم سياسيو الصدفة، يتصور أن لإنقاذ العراق من حالة الفقر الموجودة نعمل على توزيع المواد الغذائية أو نعمل على توزيع الأراضي لحل مشكلة السكن، أو أن هناك فرص عمل لورش بسيطة لا تغني ولا تسمن من جوع. هذا يشكل إنه ظاهرة خطيرة جداً في جهل إدارة مثل هكذا موضوع يتطلب من عندنا سنين وبنية تحتية خدمية ضعيفة إلى أبعد الحدود. ولذلك لن يحصل على الواقع السياسي في العراق منذ 2003 ولغاية الآن أي تحول لشرعية الدولة وشرعية الحكومة. يعني ما زال لغاية الآن نتقاسم، القوى السياسية تتقاسم المغانم في عمليات توزيع الثروة. ولذلك نلاحظ أني نائب بالبرلمان، عشيرتي ومنطقتي مناطقية بصراحة بلط لهم شارع، سوي لهم مجاري مثل ما حصل قبل أسابيع من الانتخابات. هذا الجانب شكل إنه تراجع كبير في حالة ممارسة الديمقراطية وبنفس الوقت الحالة الشفافية لإدارة الدولة. أحب أن أضع جانب مهم جدا في كيفية الوصول إلى حلول حقيقية للفقر والبطالة. أولا يجب توظيف الإيرادات الزائدة. نأخذ مثال بسيط، 2019 نزلت الدولة والحكومة بيانات مختلفة من وزارة المالية وغيرها، لا نمتلك إمكانية لسداد مرتبات الموظفين. كم عدد الموظفين الموجودين؟ يتراوح بحدود حوالي 6 مليون 5.8 مليون موظف بالعراق، وإنتاجية الموظف الواحد لا تزيد عن 17. إذن أصبحنا إحنا دولة معيلة ولا تمتلك إمكانية تطوير حالة الإنتاج في العراق رغم الإيرادات العالية. ارتفع النفط تأتي إيرادات، نلاحظ الموازنات، جميع موازنات من 2003 لغاية الآن بها عجز. اعتمدنا الموازنة الأخيرة 2021 على 50 دولار للبرميل وحاليا 84. هذه الفروقات إلى أين تذهب؟ لم تتمكن الحكومات على مدى العشرين سنة الماضية أن تضع صندوقاً، أن تنشئ صندوقاً خاصاً بمكافحة الفقر والبطالة أو صناديق سيادية تتمكن من تخفيض نسب البطالة والفقر. ولذلك نلاحظ إذن الجوهر الأساسي هو أن العملية السياسية ما زالت لا تمتلك الإمكانية في معالجة كثير من القضايا منها الفقر والبطالة. شكرا جزيلا لكم ولاستماعكم. شكرا للدكتور صباح علو. أما الآن فأنقل الورقة للدكتور أيمن العاني فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة سأبدأ من حيث انتهى الأستاذ صباح علو جزاه الله خيرا، وأتحدث عن أسباب انتشار الفقر في بلد غني مثل العراق. يزخر العراق بالثروات الهائلة التي تجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم، لكن معظم هذه الثروات لم يستفد منها فئات واسعة من الشعب العراقي بسبب استمرار الحروب والصراعات السياسية والفساد الكبير وسوء الإدارة وانعدام الاستقرار والفوضى الأمنية المتفاقمة، الأمر الذي جعل ملايين العراقيين يرزحون تحت خط الفقر ضمن مخطط الإذلال للشعب العراقي بعد 2003، ومنها سياسة إفقار المواطن. إن عمليات الفساد في العراق كبيرة وكثيرة تجري في جميع الدوائر والوزارات الحكومية، حيث بلغ مجموع مبالغ المشاريع الوهمية والعقود المزيفة
وصفقات بيع الحقائب الوزارية والمناصب والدرجات الوظيفية وملفات الفساد الأخرى أكثر من 950 مليار دولار، إلى جانب الأموال المهربة إلى الخارج التي تربو قيمتها على 1000 مليار دولار. ومن النتائج الكارثية للفساد المتجذر في العراق، بات 40% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، بالتزامن مع ارتفاع الدين الخارجي إلى 133 مليار دولار، وعجز في الميزانية يتجاوز 50 مليار دولار، وارتفاع ملحوظ بمعدلات الفقر وصل في بعض المحافظات العراقية إلى أكثر من 50%. وكل هذا أدى إلى انعدام الأمن الغذائي في العراق وانكماش الاقتصاد المحلي وسط أزمة مالية غير مسبوقة من جراء الفساد وسوء الإدارة والسياسات الفاشلة في مواجهة الأزمات. وكان لما يسمى بالحرب على الإرهاب وما نجم عنها من تهجير وتخريب وتدمير للمدن والبنى التحتية فيها الدور الكبير في زيادة معدلات الفقر في البلاد، حيث وصلت نسبة التدمير في بعض المدن المنكوبة إلى 90%، وما رافقها من توقف لمظاهر الحياة وغياب لسبل العيش وانعدام لفرص العمل، فضلا عن الشتات وضيق اليد والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية الأصيلة التي يعاني منها سكان ما باتت تعرف بالمحافظات المنكوبة. كما أجبرت هذه الحرب مليون عائلة عراقية، أي نحو 6 ملايين مواطن، على ترك مدنهم وممتلكاتهم والفرار بحياتهم وحياة ذويهم في موجات نزوح غير مسبوقة، بعد أن شنت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها مسنودة بغطاء جوي من قبل قوات الاحتلال هجمات متتالية على المدن والبلدات التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، لتعقبها في العام 2016 ما تسمى بعمليات استعادة السيطرة على المدن، والتي استخدمت فيها الحكومة سياسة الأرض المحروقة لقتل وتدمير أكبر ما يمكن من السكان والبنى التحتية في تلك المدن. ولا تزال الحلول الحقيقية لأزمة النزوح غائبة والأمل بالعودة متلاشي لدى معظم النازحين بسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم. وبحسب وزارة التخطيط الحالية فقد وصلت نسبة الفقر كمعدل عام في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى إلى 40%. وبحسب الوزارة أيضا فإن محافظات الجنوب ما تزال تتصدر معدلات الفقر، وفي مقدمتها محافظة بابل بنسبة 56%، وتليها محافظة الديوانية ب 49%، وذي قار ب 48%، ثم تأتي بقية المحافظات تباعا بنسب مختلفة، مبينة أن نسبة الفقر في العاصمة بغداد بلغت 13%، وفي محافظات كردستان 12.5%، أما في محافظات الوسط فتصل نسبة الفقر إلى 18%. ووفق دراسة أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا، فإن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى نحو 32%، إلا أنها عادت للتراجع بعد إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي، حيث أعلنت الحكومة في آذار الماضي انخفاض النسبة إلى 27% من مجموع السكان، أي نحو 12 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدة الوزارة أن العراق يعيش أزمة مركبة. ووفقا لتقارير البنك الدولي فإن جائحة كورونا قد أضافت ما يقرب من 5 مليون عراقي إلى ما تحت خط الفقر. وعلى الرغم من أسباب الفقر المستمرة في العراق فإن أعداد المتضررين منها شهدت تزايدا ملحوظا خلال المدة الماضية، ولا سيما بعد قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، مما زاد بحسب خبراء في الاقتصاد معاناة الطبقات الفقيرة في البلاد. ويتوقع مختصون ارتفاع نسبة الفقر في العراق مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث ان مؤشر التضخم في قد ارتفع بنسبة 5% بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط. ويرى خبراء اقتصاديون عراقيون ان ما اعلنته وزارة التخطيط عن ارتفاع نسبة الفقر الى 27% غير دقيقة، وان النسبة في العراق تجاوزت 40%،
لأن الوزارة لا تمتلك استبيانات ومعلومات كافية، وهذا ما تؤكده تقارير أممية من بينها تقارير البنك الدولي نفسه، ويتفق خبراء اقتصاديون آخرون مع أن النسبة المعلنة للفقر من جانب وزارة التخطيط غير واقعية ويتجاوزها الواقع على الأرض بكثير، ويرون أن نسبة الفقر تصل إلى ما يقارب 50% من عدد السكان، مشيرين إلى أن الخلل يكمن في النظام المتحكم بالعراق منذ 2003 وحتى الآن، منوهين في الوقت ذاته إلى المرتبات الضخمة التي يستلمها أعضاء مجلس النواب وتوابعه وما تسمى بالرئاسات الثلاث، في الوقت الذي لا يجد فيه مئات الآلاف من العراقيين قوت يومهم، ويؤكدون أن ما يعيشه الناس في العراق اليوم ليس فقرا فقط بل فقر وجوع. ويشير متخصصون في الاقتصاد إلى أن المقاييس المعتمدة في العراق لتحديد الشرائح التي تقع تحت خط الفقر تتعلق بمن يقل دخلهم الشهري عن 75 دولارا وفق استراتيجية الحد من الفقر في العراق، مبينين أن من يقل دخله عن 40 دولارا يعد تحت خط الفقر. وعلى الصعيد نفسه فإن نسب البطالة في العراق تتجاوز 36%، الأمر الذي يعطي انطباعا عن نسب الفقر في البلاد خصوصا مع غياب المعالجات الحكومية. الحقيقة الأمر يعني أسباب الفقر في العراق لا يمكن أن تقارن بالفقر في بلدان أخرى، والسبب في ذلك أنه العراق يمتلك ما يمتلك من ثروات هائلة وإمكانات وثروات طبيعية وإيرادات كبيرة جدا فضلا عن الثروة البشرية التي يمتلكها. فهذا يعني في حقيقة الأمر ممنهج سياسة إذلال الشعب العراقي، هذا المخطط يراد منه إذلال الشعب العراقي وإبعاده عن القضية الحقيقية التي تمس حياة الإنسان العراقي، وهي مصير هذا الشعب، مصير هذا الشعب في ظل حكومات الاحتلال، مصير هذا الشعب وثروات البلاد تنهب وتسلب، ويراد له أن يعني ينشغل في أمور العيشة في العراق كما يقولون. لكن مع الأسف الشديد هؤلاء يعني حكومات الاحتلال المتعاقبة تظل هذا هو يعني الديدن الذي تسير عليه في ظل دعم دولي وصمت عربي يعني الحقيقة غير مبرر، لكن يبدو أنه يعني الصراع للسيطرة على الثروات العراق هذا أمر يعني يبدو أمر دولي ويراد له أن يكون كذلك. في الحقيقة يعني حتى مسألة الموازنات، فالموازنات في العراق يعني مرهونة بصفقات سياسية ومصالح شخصية وحزبية للأطراف المشاركة بالعملية السياسية، وهذه الموازنات تجاهلت معظم الملفات التي يعني تجاهلت هموم المواطن العراقي، لأنه مثلا لم تعالج لا أزمة الفقر المدقع ولا الجوع ولا النظام الصحي المنهار ولا ملف العشوائيات المنتشرة في بغداد ومحافظات العراق، ومسألة تجاهلت مسألة صرف التعويضات بالنسبة للمغيبين والمختفين قسرا، والذي هم يعني في أقل التقديرات هم في مئات الآلاف، يعني نحن أمام مئات الآلاف من العوائل، العائلات العراقية المكلومة والمبتلية في هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك غير يعني لم تؤمن متطلبات توفير البيئة الآمنة والكريمة لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإهمالها قضية إعمار المدن المنكوبة بفعل الحرب وتعزيز الاستقرار فيها. لكن هذا الأمر طبعا ناهيك عن قضايا مهمة أخرى كتوفير المتطلبات الضرورية لقطاع التعليم وإعادة تأهيل المنظومة القضائية في البلاد وإيقاف تضاؤل القطاع الخاص. اليوم في العراق هذه مشكلة كبيرة، القطاع الخاص بتضاؤل مستمر في العراق أمام طبعا
هيمنة الميليشيات وهيمنة الأحزاب المتنفذة في العراق وسيطرتها الحقيقة على حتى الأسواق الداخلية وعدم تشجيع الاستثمار، وهي أيضا تتعمد في تعطيل قطاعات حيوية مهمة منها الصناعة والزراعة والسياحة. إلى جانب ذلك الحقيقة اليوم العراق يقترض لتسديد نفقات ميليشيا الحشد بدلا عن أنه يعالج أزمة الفقر في العراق، لكنه يقترض لتسديد هذه النفقات. وطبعا زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار يعني جاء بالنكبة لكل بيت عراقي، لأنه تسبب بزيادة الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية وزاد الفقراء فقرا حقيقة. إلى جانب ذلك بالنسبة للموازنات تخصيص مبالغ خيالية لبرامج حكومية غامضة، طبعا هذه المبالغ يعني تزيد على عشرات المليارات من الدنانير. وأختم في أن أقول يعني الحكومات المتعاقبة في العراق تتجاهل التقارير التي تم رفعها لتقليل النفقات والعمل على زيادة الإيرادات، وهي كثيرة. ربما يعني الإيرادات لو كانت في يد أمينة فإنها ترقى أن تسد العجز وتولد فائضا ماليا من الممكن استثماره لبناء المنشآت ومعامل التشغيل اليد العاملة وتقوية المنتج المحلي. في الختام الحقيقة أود أن يعني أذكر موضوع كل هذه الأسباب، كل الملفات التي يعاني منها المواطن العراقي ولا سيما مسألة الفقر، كلها بالمجمل مردها إلى الإفلات من العقاب، لأنه لا مرتكب الجريمة يحاسب، ولا المتورط في ملف الفساد يحاسب، ولا هنالك منظومة قضائية تؤدي الدور المنوط بها، وليس هنالك أي مظهر من مظاهر الدولة الوطنية التي لها أولويات وطنية حقيقة. وهذا الإفلات من العقاب المطلق لمرتكبي الانتهاكات المشاركين بالعملية السياسية، هذا كله مرده إلى نظام المحاصصة الذي فرضه الاحتلال والذي جلب للبلد الدمار والخراب على الصعود كافة. الحقيقة أعتذر عن الإطالة، الكلام يعني كثير في هذا الموضوع، لكن يعني للالتزام بالوقت أنهي، وشكرا لكم. شكرا للمتحدثين الكريمين على ما قدما من معلومات قيمة وتفاصيل معضدة بالوثائق والأرقام تفسر جانبا مما وصل إليه الوضع الاقتصادي في العراق، وتسلط الضوء أيضا على بعض انعكاساته السلبية الكبيرة على حياة المواطنين العراقيين وأمنهم واستقرارهم. والآن نفتح باب الأسئلة والمداخلات والمناقشة، مع الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لكل سؤال وهو دقيقتان. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أستاذ صباح، عضو لجنة مالية في البرلمان الحكومي صرح أنه لا يوجد هناك في العراق قانون خاص بالقضاء على الفقر ومعالجته في العراق. هذا حقيقة يعني هو معروم، لكنه اعتراف صريح وكشف لحقيقة. كيف نفهم هذا الأمر دكتور؟ جزاك الله خير. سؤال حقيقة ضروري ومهم جدا في مسألة معالجة الفقر بالعراق، وهذه السياسة لم تتضح لنا بشكل واضح كقانون في عملية معالجة الفقر والبطالة بالعراق. والسبب الجوهري والأساسي، العملية السياسية والقادة الذين يعملون على إدارة العراق منذ 2003 ولغاية الآن لا يريدون أي شكل من أشكال الالتزام. ولذلك نلاحظ لو مراجعة بسيطة لكل الموازنات من 2003 ولغاية الآن ليست خالية من مسألة الفقر، وإنما ما هي إلا عبارة عن ورقة يتم تثبيت التخصيصات المالية دون برامج.
يعني أنا من أضع في تخصيصات لوزارة الصحة، يجب أن مردودة بعد 4 سنوات زيادة في الواقع الصحي، في إنعاش الواقع الصحي للفرد، زيادة في المراكز الطبية والصحية والعلاجية والصحة الأولية. هذه الجوانب يعني أي انعكاس للتخصيصات المالية غير موجود، ولذلك لا تريد أي شكل من أشكال الالتزام، خصصنا كذا مالية للوزارة الفلانية، ولذلك لا تريد أي شكل من أشكال الالتزام بقانون يتم عملية تثبيته في الموازنة. ولذلك نلاحظ كل البرامج والموازنات خالية تماماً، حتى الانتخابات، يعني هاي في الانتخابات الأخيرة خلت كل أشكال البرامج من مسألة زيادة الفقر، وإنما يظهر المرشحون أمام الناس، نعم نحن على استعداد أن نبلط لكم الشارع الفلاني أو كذا، وكأنه إنجاز ليست من نية، وإنما هذا تطور طبيعي في العالم. يعني هذه الصومال فيها مشاريع تقوم بها الدولة في عمليات تبليط ومجاري ومعرف إيش كذا، ليست من نية على الشعب العراقي، هذه مسألة طبيعية في مسألة التنمية، لأن هناك إيرادات عالية. كذلك أيضا الفقر، لم تتحرك العملية السياسية بهذا الاتجاه كي لا تريد أن تلزم نفسها حقيقة أمام الشعب، ولذلك نلاحظ سوء الإدارة، ضعف الإدارة المالية وعمليات تبديد الثروات، وصلنا إلى هذه المراحل الخطيرة في نسب الفقر والبطالة. نعم، هل من سؤال آخر؟ تفضل. السلام عليكم. سؤال دكتور أيمن، تفسير نسبة التباين بين نسبة البنك الدولي للفقر ما قارب 40% ونسبة وزارة التخطيط نسبة 27%، شنو تفسير التباين بهذا؟ شكرا. شكرا على السؤال. الحقيقة يعني هذا أمر غير مستغرب، النسب والأرقام والبيانات التي تصدر عن الجهات الحكومية في العراق هي في الأغلب هي أرقام متواضعة جدا. لماذا؟ قد يكون السؤال بشكل أوضح، لماذا تكون الأرقام متواضعة؟ لأنه تشخص هذه الأرقام الفشل في الإدارة والفساد الكبير المزمن في العراق والمتجذر في الدوائر الحكومية كافة. فهي إذا تكون النسب عالية أو مقاربة إلى الواقع ستدين الحكومة بشكل كبير، لكن هروبا من هذا الأمر وتماهيا مع الإرادة الدولية حقيقة هنا، أنه حتى يعني يتحدث المجتمع الدولي عن بعض الإنجازات إن صح التعبير لهذه الحكومات المتعاقبة، فتكون هذه النسب غير يعني مطابقة للواقع، بل حتى النسب المعلنة من قبل في التقارير الأممية كلنا يعلم أنه يعني بعثات الأمم المتحدة إلى العراق مجاملة بشكل كبير للحكومات، وتهتم بإظهار هذه الحكومات بمظهر لائق أمام المجتمع الدولي، لأنه هو هذا يعني الذي يراد منها حقيقة. لكن مع الأسف الشديد يعني إذا كان الأمر بالنسبة إلى البيانات والمعلومات والحقائق على الأرض، يعني هذا هو الواقع، أنه الحكومة ليست لديها أولويات وطنية ولا هي مكترثة بهموم المواطن العراقي، وبالتالي نجد هذه من إفرازات يعني الأمر هذا، ومنها الإحصاءات فلا توجد، وهذا ينسحب طبعا على ملفات كثيرة، لا توجد إحصاءات لا في عدد المعتقلين إحصاءات دقيقة، ولا توجد إحصاءات دقيقة في عدد النازحين، ولا توجد إحصاءات دقيقة في نسب تدمير المدن. يعني هذه ليست يعني عبثا، هذا أمر مخطط له، غياب الإحصاءات في هكذا ملفات حيوية تمس حياة المواطن العراقي، هذا أمر يعني ليس عبثا أن تجتمع جميعها في هذا الأمر. يعني أرجو أن أكون جاوبت على هذا السؤال. في نهاية هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نجدد شكرنا وامتناننا
للمتحدثين الكريمين على ما قدماه في هذه الندوة حول موضوع الفقر في العراق. والشكر موصول لكم أعزائنا الحضور ولجميع السادة المشاهدين، وإلى ندوات ولقاءات مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.